صلاح لسه صلاح ما ظهرش. لما يظهر صلاح الامور تختلف. وادي كره لتريزيجيه عدى تريزيجيه والعرقله فين يا راجل؟ على الخط يا راجل، على الخط تبقى جوه وتبقى ركله جزاء، لكن هي كره ثابته. ادي كره خطيره، بص محمد صلاح والربط اللي بيحدث ما بين صلاح ومروان، وتريزيجيه ياخد خطا في مكان رائع، خطا في مكان رائع. هتؤدي بشكل غير مقنع، لكن ممكن الشوط الاول تطلع بنتيجه مقنعه. ادي محمود حسن تريزيجيه، مهارات امكانيات حقيقه مميز جدا، مميز من اللاعبين المميزين، بيلعب سابع لقاءاته الدوليه، سجل في كاس العالم للشباب في تركيا في مرمى المنتخب الانجليزي. صرنا من تشيلي وقتها سجل كهربا، صرنا من العراق سجل كوكا، فزنا على انجلترا وخرجنا من الدور الاول كان سجل كوكا وتريزيجيه، لكن هنا محمد صلاح. محمد صلاح صاحب الاداء المميز مع منتخبنا الوطني، مع نادي روما، قبلها مع الفيولا، مع فيرونتينا، مع تشيلسي، مع بازل، ابن المقاولون العرب ونجم طبعا الخطير محمد صلاح. عبد الله السعيد، عبد الله السعيد ومحمد صلاح. كره امامنا اهو، تحذير ايريك اوتوجو، قول له اللي هيرفع ايديه عقابه مرير، هتبقى ركله جزاء لو لمست اليد. محمد صلاح وعبد الله، اعتقد امامنا اهو محمد صلاح. يا ولد يا بقول لحضراتكم، هو 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 محمد صلاح يسجل في الدقيقه 44. هي كره واحده، هي مهاره واحده، مهاره التسديد. محمد صلاح يتقدم لمصر في الدقيقه 44، هي من اول ركله جزاء لتريزيجيه، ولكن اتعملت حلو قوي. منتخب مصر بدا يفطن الى الاداء المميز بنقل الكوره والاستلام والتسلل، ومحمد صلاح يضع هدفه الدولي رقم 24. 24 هدف دولي، وعنده 2 مع المنتخب الاولمبي، يبقى عنده 26 هدف امامنا اهو. بص شوف، بص شوف صلاح الحائط البشري ولمست الكوره، لمست في الياس كوره الهدف الاول امامنا ايه في مرمى الحارس مونيتشي امامنا. ادي التسديده، بص شوف صلاح والحائط البشري ولمست، مين ده؟ رقم 15 نيوني، نيوني امامنا اهو.